هلو، السلام عليكم، اكم محمد. اليوم اجينا بحلقة جديدة من تراري مودد. طبعا الحلقة الماضية جبنا فيها هذا السمان اللي صرنا نحسن نجيب هدول، ما بعرف كيف بس صرنا نحسن نجيب هدول. اتمنى انهم يكونوا قوايا نسمعهم بقى، بس ماني مفكر. المهم الشغلة الثانية اللي سويناها اتوقع انه قتلنا جولم وجمعت هدول ما سويناهم الحلقة الماضية، بس انه جمعتهم. زائد الحلقة الماضية نسيت موضوع انه هلأ صرنا بنحسن نطور على السوبر سايان 2 او سوبر سايان 1، ما بعرف. المهم هذا 100% صار. هلأ بس لازم نقاتل ونحول على السوبر سايان قبل ما نموت، او نكون على السوبر سايان قبل ما نموت مشان نفك سوبر سايان 1 او 2 على حسب اللي كان هو. شو صار؟ Select one of the wishes to grant. اوكي هاي شو؟ استنى شوي، طب وين التنين؟ تنيني وين؟ كمان نسيان شو اسمك، بس عم يعطوني اياها. Immortality wish for infinite life reviving a full life for the next 3 death. ثلاث موتات اللي بعد هذا حكون عايش، يعني ما حموت رسمي. واو اوكي، ويلد حيعطيني مصاري 100%، 10 بلاتينوم وواحد لوكي كوين اللي اتوقع هالشي نادر كتير. ما كان مفروض اسويها. awaken what wish to awaken your latent power unlocks the next ability for. بدي اوقف. لا وقف وقف وقف، ما بدي شي. كمان ما بدي. في معي لايف فروت، بدي لايف روت. اعطوني لايف روت، ما بدي وشز. استنى شوي، يا الله بدي هاخذ هذا بالحالتين. جرانت ويش، اخذت السبعة. اعطاني 5 اتش بي اتوقع. ماي لايف روت، لا صح. واكتشفت شغلة جديدة اللي هي، خليني احط هذول فوق. شفت شغلة جديدة اللي هي انه مثلا هاخذ هذا، لو بكبس ار بس نتنقل هيك بهالبساطة، وبس نتحكم فيه شوي بسهولة، بس نتنقل بهاي الطريقة. وعم ياخذ الكي تبعي مثل ما كم شايفين فوق، عم ياخذه بشكل كبير بس على هوا التنقل. هاي لايف روت. بس انا اروح واجي بالماب على كيفي. اوكي 13، اتوقع انه هدول حيكفوا. ووصلت، المفروض اوصل 505. او 520، انا ذهبي ولا لا؟ كمان اشي او بي، انا ذهبي 520. اعطتني اكثر. انا فكرت اعطتني 5، اتوقع اعطتني اكثر، ممكن 25 او شيء هيك. بالحالتين بس استعملها 5 مرات، ممكن لازم اجيب 600 اتش بي او شيء هيك، ما بعرف. اتمنى لو كانوا يغيروا لي اللون تبعه. اوكي هذا وين؟ هذا جنب البيت صح؟ يب. على العموم في شغله هلا بدي اسويها هون من عند، اتوقع لمو هذا. في واحد هون، هذا الزلمه بدي اسويها عند هذا، واللي هو انا بدي واحده من هدول. في شيء تاني بدي اياه منك؟ نوب، مع السلامة. لاني جمعت شيء اسمه البلاك بيلت، بدي اسوي الماستر نينجا جير، جمعت البلاك بيلت، فخليني اطلع هالكلو. فهلا المفروض وين التنكرر؟ هذا هو كلايمنج كلو ماستر نينجا جير. بس انا اطورهم؟ اتمنى لو لا. ليش ما في كتير موفمنت على هالمودات؟ يعني هذا شو اسمه؟ هذا هو، ها هو شيلد ايف كثولو ترى، بس ضايفه على شغلة تانية وعطتني شي بسيط. هلا نجي على الشغله الجديده اللي هو انه بعد ما قطعنا التوينز والدستروير وكل هالقصص كلهم، وقتلنا بلانتيرا، قتلنا جولم، هلا بنجي على الزعماء تبعوت المودز. في عندنا 1 2 3، بعدين دوك فيشرون، بعدين لونيتكس مون لورد، بعدين لحتى نرجع المودز. قاعد في عندنا 3 زعماء بس، عبين ما نقتل هدول اتوقع حنصير اقوى. المهم هلا في هالبني ادم، هالبني ادم لازم انه يا اما الاقي ارنب ذهبي، لانه بدي ارنب ذهبي مشان السمن تبعه جولدن باني، وما بعرف كيف ممكن اجيبهم. في جولدن فيش، بتحسن تسوي لي شيء؟
ما اتوقع. بس لازم يا اما اسوي هذه يا اما اني اقتل 100 ارنب لايك اجير. بس ما في عندي حل ثاني غير انه اقتل 100 ارنب، لانه ما عم بلاقي الارنب اللي بدي اياه. وانا لهلا صرت اقتل كميه محترمه بس ماني عارفان قديش. ما في اي طريقه ثانيه اسوي سبون لارانب، فيا اما انه هالشيء غبي. المود كان المفروض يخليك تسوي ارنب ذهبي الا لو كان الزعيم اوبشنال، اللي ممكن يكون اوبشنال. مين هذا؟ ترافلينج مرشن. عندك شيء؟ اعطيني جولدن باني يرحم اهلك. نوب الفاضي. يا الله كم كم كيف سويتها؟ ايوه هيك. نسيت موضوع انه لازم كان افتح السوبر سايان بعدين اسوي هالشي. بس اوكي حيعطيني ضربة صح؟ نت ادد يات. اعطيني ضربة. كيف كنت بختار؟ جرانت ويش. لا لسه استنى شوي. لا اعطيني ضربة. 1500. 10000 صار. استنى شوي. الكي صار لونه اخضر. اتوقع تغير. او ممكن بس يطلع فوق 10000 بس بتغير. لا ما بيعطيني كي اصلا. شيت حتى 10000 900. لا ما خلاص بس اطلع فوق 10000 بتغير لونه. او بس اطلب شغله بتغير لونه. ما بعرف بس ما حلاقي الجولدن باني بدي اياه. حاليا عم بطلع على البوتس، كنت عادم بطورهم ما كنت بطورهم ولا حبه، فعادم بطلع عليهم. اتوقع انه شادو باند، اتوقع اني جبتها هاي او ممكن شفتها، ممكن جبتها، ممكن على شو اسمه الثاني. لا جبتها هون. ف سمايت بدي سولز اوف سمايت. بعرف انه اجيبهم سبايت معي منهم كتير. اوكي لدراجون سترايت بوتس. طبعا هدول حي خلوني اسوي كل شيء. اتوقع حتى حسن اطير فيهم. خليني اشيل هذا اللي هون. لا نيفر مايند. الطيران اللي فيهم سخيف. يب بس بيعطوني كتير شغلات بس ما حسن اطير فيهم للاسف. اوكي انا استسلمت، انا رسميا استسلمت. ما حسن وين هداك وين الارانب؟ ما في ارانب. نوب فيها دولة مع شو اسمه هذا الزفت اللي بيطلع على الشجر سنجاب، بس ما في ارانب ابدا. ها واحد تاني من السناجب. شو المفروض اسوي؟ بدي اعرف لانه مستحيل بس هيك المفروض والله تروح. خليني اتاكد. اوكي على حسب الويكي المفروض يكون الزعيم الجاي مو هذا، مو الارنب، المفروض يكون هاشي. المفروض يكون في بني ادم جديد عم يسوي سبون هون اللي هو نفس الهيربيس بس ما هو هيربي. ف وينك؟ هذا هو. لازم اقتل هالشي وحيوقع لي هالفذر. يب تعال. اوكي هدول عندهم فرصة كمان انهم لو هربوا انه لو قتلتهم يسوي شغلة. المهم حسن اسوي هاي البومة. هاي البومة هي اللي هحطها هون. كمان لا تجيب لي الوايفرن، متأكد انه حيجي بعد شوي. خيبة سريعين. Hey, I was only playing. جاب الوالدة. همب. What? You are so... okay. My separate... What? شو عم تحكي؟ المهم جاب لي الوالدة. انت شوي. هالزعيم؟ توقع في هيلث بار تحت. اوكي بدي اياك تقتلني بس في شيء عم يصير بالمعبد. او ما حخليك تقتلني. استنى شوي ليش حخليك تقتلني؟ صح مش هطلع سوبر سايان 2 عشان هيك بدي اخليك تقتلني. ما عم يصير شيء بالمعبد، هي عم تطلع شغلات.
الحمد لله ان هاي الشغلات ما بتطلع الحيطان. رو من هون. لا هاي الشغلات بتطلع الحيطان تبيت ال... صار يقطع. خلينا نشوف شو في معي بوفات اشرف. لا معي ال... معي شغلات ما بدي اياهم. شوف كيف شو هذا كمان ليل. انا اسف انه ما حدا حطوني بالزاوية. حطوني بالزاوية رسمي. اوه ها هي هاي اللي عندي احسن. ولازم اهتم بموضوع هدول الصغار لانهم مو مناح بنوب. هي بتم تسوي لهم سبون. هاي تسوي لهم سبون. هطلع سوبر سايون واحد بس انا مسحها مسح. شفت بفاتي لسه. يلا عادي هاي مو مح... هاي المح... هاي المحاولة ما اتوقع اني حقتلها بس ممكن ما بعرف. كباست في جماعة سوبر سايون 2 سوبر سي سوبر سايون 2 تلوني. هي قصة الكي تبعي كمان. ليش البطء؟ يا الله بايرتس مين مهتم لكم؟ وخيبة شو عم ينزلوا؟ او لسه ما قتلتهم هون. اجانا هالبو وهالبو طبعا ماينس 20% دامج وماينس 16% سبيد. بس بالحالتين ما حنستعمل بو هلا. واجانا السايفر هيربي واللي هو summons a cypher to fight for you. Cypher is boosted by minion damage. اوه نايس. وشي تاني هاي بس نسوي فيها البومة والميوزك بوكس. اوكي شي تاني هذا اعطاني هذا. او لا ميوزك بوكس. اه شيت فكرت لوهله فكرت انه هذا هذا الشيء بحطه هون بيسوي لي شغله تانية بس لا. مانا ديفنس مانا ديفنس. شو هالديفنس زباله. هتطويره لهذا بس السيت زباله. بدي اتاكد من شغله. اوه شيت في شغله تانية لسه مو هذا بس لسه في شيء تاني عم بدور عليه. اوكي سوبر سيان اسندد الترا تلني كمان شيت. اخذ واحد بلاتينوم حرامي. هوي ما انتبهت لها. كم اعطوني سوبر سي. اوه سوبر سي 2 سوبر سي 2 يس. لا ما اموت ولا ما اموت بصراحه ماني مهتم لسكالترون. تلني خلي السما خلينا نشوف دامج السمن هذا. اوه دامجه محترم. سرق لي حبه البلاتينوم باي ذا واي. راحت من ايدي. بس هلا فتحوا لنا السوبر سايان 2 فصلنا نحسن نسوي سوبر سايان 1 او ليجندري سوبر سايان. او استنى شوي هذا مو سوبر سنين سنين مو سوبر سايان 2. انا فت بالحيط. انا فت بالحيط. بدي افتح هاد ممكن ما بس افتحه غير من ما بس افتحه غير من الاميات او شي هيك. بس فتحنا الليجندري واللي ما كنت متوقع بصراحة بس فتحناه. بدي اثنين. اوكي بس انا ادمج هدول اثنين. لا شيت ما, ما ما لا تسوي كيوكن. اوكي على العموم عم بحاول اطلع العادي بس ما عم بحسن. بدي سوبر سايان اثنين. بس هذا كان كل شيء حلقتنا اليوم. الحلقة الجاي حنروح على المعبد ونلاقيه لأنه في معبد. بدنا نلاقي معبد للزعيم الجاي. لقينا هاي الشيء بالحظ. وهون في جرانيت بايوم. هون ما شفنا شيء. بس هذا كان كل شيء. أتمنى أن عجبكم الفيديو. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي لايك تشترك في القناة. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومع السلامة.